اللي فاتت ما كناش فاضيين للناس دي. انتوا النهارده خدتوا قضيه كده احنا ما كناش واخدين بالنا منها. احنا كنا في افريقيا وفي كنا في بطوله عربيه, بطوله كاس زايد وبطوله عربيه وبنلعب احنا في طريقنا, احنا ما بنشوفش الصغائر دي. انما ما بتبقى كل حاجه بقى زادت عن حدها, الصغائر ساعات بتبقى كبائر, ما زادت عن حدها بتزيد عن حدها. وانت تيجي تكتشف كده تلاقي نفسك انت كل حاجه بتتعمل فيك وكل حاجه بتتجرب فيك والسوشيال ميديا شغاله عليك والدنيا كلها عايزه تهدك. ما خلاص بقى احنا لازم زي ما انت بتقول يبقى احنا درع, وانا لازم جمهوري بقى هو اللي يبقى سلاح ودرع وينبهك ويوصل لك ويقرفك. ده احنا 70% من جماهير مصر, 80% كمان. يعني هو انتوا لازم بقى اصبح عندي بندقيه افضل اتكلم وترجعوا تقولوا الجماهير وترجعوا تقولوا كذا؟ ما تستفزوش الناس, ما تستفزوناش احنا, احنا مش فاضيين لكم, احنا ما تعودناش على كام فاضي ده. فكل واحد يشوف شغله. يعني انا انت عايز تحدد لي, هات لي واحد بس حدده لي يقول لي سبب القصه دي وانا اعرف اتعامل معاه ونعرف نتكلم معاه ونحطه عند لا يعني. هو رجالتنا موجوده يا شريف, يعني مش عارف رجالتنا, احنا مش ايه مش صراحه يعني احنا مش رايحين نرد, احنا مش فاضيين للناس دي. ان السيد قدر بس احنا السيد عبد الحفيظ قال لهم ايه؟ احنا واخدين بالنا قوي من اللي بيحصل طبعا, وشايفين يعني مركزين مركزين.